اهلا بيكم تاني معانا في كايرو دار. لسه فاكرين النفس البشريه للطبيب اليهودي اللي اسمه سيجموند فرويد، قال انها ثلاث انظمه بيحصل بينهم تفاعل عشان تكون لي اسلوب الشخص المميز في سماته الشخصيه، في طريقه مشيته، في طريقه كلامه، في طريقه تعبيره عن الخوف او الغضب اللي دايما تختلف عن زملائه. مش احنا قلنا كده؟ خدنا الهوى موطن الغرائز الفطريه من جنس وعدوان، وانها تطلب دائما الاشباع الفوري لغرائزها بصرف النظر عن العادات والتقاليد ملهاش دعوه بيها. ولستر ربنا عندنا منطقه الانا اللي سموها الجهاز الاداري في الشخصيه، المايسترو القائد اللي بيمنع غرائز الهوى ان تشبع الا بشرط وفقا للعادات والتقاليد. شفنا الكلام ده في الجزء اللي فات. لكن الحقيقه فرويد قال يا جماعه في منطقه ثالثه اسمها الانا الاعلى او السوبر ايجو. الانا الاعلى كما يقول فرويد تتكون من نظامين، الانا المثالي والضمير. خد بالك بقى من الكلام ده، الانا المثالي والضمير. في احد امتحانات السنين الماضيه قال لي ايه تتكون الانا الاعلى عند فرويد من نظامين، اشرح في ضوء ما درست، الانا المثالي والضمير. ايه الانا المثالي؟ يقول لك ان الانا المثالي هذه المنطقه تتبنى القيم والمبادئ والمثل العليا والمعايير الرفيعه زي الصدق والامانه والاخلاص في العمل وحب الاخرين ومحاوله اسعادهم، الحاجات اللطيفه دي موجوده في الانا المثالي، حاجه لطيفه خالص. اما الضمير ودي المنطقه الثانيه المكونه للانا الاعلى، الضمير. ايه هو الضمير؟ يقول لك فرويد ان الضمير هو القوه المعاقبه او المؤنبه او المشعره بالذنب عندما نرتكب الاخطاء. يوه، يعني انت النهارده وانت النهارده ما عرفتش تنام عندما اخطات في حق زميلك، عندما اخطات في حق زميلتك انت فتنت عليها، انت وقعتيها في مشكله بالكذب. ليه كده؟ حرام عليكي اللي عملتيه فيها، والله لا يتعمل فيكي او في بنتك او اعز ما تحبي. ان الله عادل، العدل معناه انه يتاخذ الحق منك، زي ما ظلمتي تظلمي. عارفه تنامي؟ عارف تنام؟ مش هتعرف تنام. ليه؟ ما الضمير موجود، هو القوة المعاقبة أو المؤنبة أو المشعرة بالذنب عندما نرتكب الأخطاء. هذا هو الضمير كما قال فرويد. لكم أن تتخيلوا لو الواحد فينا موجود في هذا العالم ليس له ضمير. طبعًا عمرها ما هتحصل. ولمين يعني في ناس بتبني بالضمير بتاعها شوية. يا رب احفظنا يا رب. يا رب سلم. طيب ما تيجي نتخيل هذا السؤال او هذه الاطروحه، ايه رايك لو جيت قلت لك سؤالي كده ليك بدردش معاك، يعني انت تتمنى مين من النظم النفسيه الثلاثه تسيطر على شخصك؟ اوعى تقول لي الهوى. ايوه كده. ها، الهوى ولا الانا ولا الانا الاعلى؟ عارف كلكم هتقولوا طبعا خالص الانا الاعلى، فهي المثل العليا، انها المعايير الرفيعه، انها الضمير، فهي الافضل على الاطلاق. شوف، افاجئك باجابه ثانيه العلماء بيقولوا وعلى راسهم سيجموند فرويد يقول لا، الانا الاعلى، خليني اصدمك، الانا الاعلى زيها زي الهوى. لا اوعى تقول كده. عاوز تقول لي ان الانا الاعلى بضميرها وقيمها ومثالياتها زيها زي الهوى بغرائزها من جنس وعدوان؟ انت عاوز مني ايه؟ ليه كده؟ يا سيدي بالراحه عليا، واحده العلماء اللي بيقولوا هو انا اللي بقول، وتعالى يا تقنعني اقنعك. العلماء بيقولوا ان الهوى والانا او الانا زي الهوى، الاثنين زي بعض، عندهم مشكله اسمها التطرف. التطرف يعني ايه؟ يقول لك ان التطرف يعني البعد عن الواقع. الاثنين عندهم نفس المشكله. اه والله، يعني في نفس الوقت، اقنعك، يعني في نفس الوقت اللي الهوى تريد
إشباع غرائبها إشباعا فوريا بصرف النظر عن العادات والتقاليد. على الناحية الأخرى نجد الأنا الأعلى بتاعت الضمير تريد منع هذه الغرائز نهائيا. يا راجل ما ينفعش، ما ينفعش امنع الغرائز اللي انا مولود بيها، هيحصل لي اضطرابات جسديه واضطرابات نفسيه وامراض ولا ليها اول ولا اخر، ما ينفعش. تبقى ايه افضل النظم اقترابا للواقع؟ تظهر براسها هي الانا. ما انا قلت لك يحكمها مبدا الواقع. الانا هي المايسترو، الانا هي الجهاز الاداري، الانا هي اللي هتقدر تعمل التوازن ما بين الهوى والانا الاعلى. يعني ايه؟ يعني هتقول الهوى هيشبع لك رغباتك، انبسط يا هوى، جنس العدوان هشبعه لك، بس في نفس الوقت في ظل عادات وتقاليد وقيم واخلاق وضمير الانا الاعلى. الله عليك. اذا اردت ان تكون شخصا متزنا يبقى افضل النظم اللي تسيطر على شخصك هي الانا، اما لو كنت اردت الاضطراب وعدم التوازن فهي الهوى او الانا الاعلى. ينهر ابيض، ينهر ابيض، خد بالك. الحقيقه بكده خلصنا مع حضراتكم ان الشخصيه تفاعل بين انظمه ثلاثه، الهوى والانا والانا الاعلى. اذا اختار لفظ دينامي، شخصيه هي ذلك التنظيم الدينامي اي المتفاعل لتلك النظم النفسيه والعضويه التي تحدد اسلوب الشخص المميز اي الفريد. لما بيحصل التفاعل بين الانظمه الثلاثه بتكون شخصيتك الجميله دي، بتكون شخصيتك الرائعه دي. اه والله. وقال فرويد الطبيب اليهودي انه الثلاث مناطق الافضل انه اللي يسيطر على شخصك فتكون شخصا متزنا هو الانا، الجهاز الاداري الشخصي للشخصيه، الانا التي يحكمها مبدا الواقع. الحقيقه معايا 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 ايه كمان؟ معايا مع حضراتكم ان شاء الله مع بعض هنشوف انه يا ترى لو قدامي موضوع مفروض ان انا ادرسه دراسه علميه. انتوا عارفين انه علم النفس بيدرس السلوك الانسان، يعني ولا هو بيدرس صوت ولا ضوء ولا جاذبيه ولا حراره، يعني علم النفس غالبا بيركز على الظواهر المجرده الغير ملموسه، يعني ولا نقدر نشمها ولا نسمعها ولا نشوفها ولكنها موجوده في الواقع. طيب زي الشخصيه والذكاء من صفات واشياء مختلفه في سلوك الانسان. الحقيقه سؤالنا هل يا ترى علم النفس ينفع ان يدرس الظواهر الانسانيه زي الشخصيه او الذكاء او الطموح دراسه علميه؟ يعني 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 يكون في ظاهره قابله للملاحظه؟ يعني يبقى في مقاييس تقيس الشخصيه؟ هل في مقاييس تقيس الشخصيه زي ما بقى اقيس الطول والوزن كده بالمزوره وبالميزان؟ هل بقى في مقاييس تقيس الشخصيه فاعرف بيها انك ذكي، اعرف بيها انك طموح، اعرف بيها انك شخصيه كاريزميه اي شخصيه ساحره؟ هل في اختبارات اقدر اعرف بيها الكلام ده عن شخصك؟ ويا ترى ايه الاختبارات دي صفاتها ايه؟ صفاتها ايه؟ طب ما تجيني الجزء الجاي واقول لك صفاتها ايه؟ يلا بينا.